اهلا وسهلا بكم عيا مجددا في قناه بروني سوا. اليوم في لا فيديو ان شاء الله غادي ندير معكم جوله في واحد المكان اللي عجبني بزاف وبغيت نبارطاجيه معكم ان بون بلون الا بغيتو. المهم المكان كيتواجد بمدينه الرباط في باب شله سوق السباط، وهو ريستورون ولا مطعم سميتو دار الزاكي. المطعم الداخل جميل جدا ومريح وفيه واحد الجو رائع اللي ما كنشوفوهش دائما او لو ما كنشوفوهش في المطاعم العاديه العصريه. وفوالا مشيت نهار الجمعه وكليت عنده كسكسو، واخا تصدمت في الثمن ولكن غادي نخلي لكم نتوما التعليق وقولوا لي واش الكسكسو يستاهل 120 درهم عنده ولا لا. دونك غتشوفوا معايا المطعم كيفاش داير ونوريكم الكسكسو كيفاش داير ونتلاقاو في اخر الفيديو. هادي هي الزنقة ديالهم، دونك جينا مع سوق الصباط نيشان وغادي تسولو تما على الزنقة بالضبط، ودرت عليها الزنقة اللي فيها السقاية. وهنا كاين الغيستور، هدا هو الباب ديالهم، غيستورون دار الزاكي. غادي نشوفو كيفاش داير هادشي.
اخر الفيديو. كانت هذه هي الجوله ديالنا ديال اليوم، وكان هذا هو الريستوران اللي دويت لكم عليه في اول الفيديو، وراكم شفتوا يعني المكان كيفاش داير، وشفتوا كسكسو كيفاش داير. بالنسبه للمذاق كنأكد لكم انه بنين. دونك دابا غادي نخلي لكم نتوما تعطيوني الراي ديالكم، واش كوميم كيستاهل 120 درهم؟ واش نتوما الا مشيتوا للرباط تقدروا تمشيو لهذا المكان وتاكلوا فيه كسكسو ب 120 درهم او لا؟ جيمغي بيان سافوار يعني فوزافي والاراء ديالكم. ما تنساوش تخليهم لي على التعاليق. الى عجبكم لا فيديو كنتمنى ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. والى عندكم يعني اماكن اخرى بغيتوني نمشي ليها ونصور لكم كيفاش دايره والاثمنه، مرحبا حتى هي خليوها لي في الكومونتير. وبهكذا غنكون ساليت الفيديو ديالي. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا بزاف على المشاهده، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.